موضوع جديد بي نيتشر معنا اكيد مارك بيروتي. وموضوعنا اليوم هو النباتات يمكن اللي بيفيدوا بعض ولكن بطريقه شوي غريبه. هاي مارك حبيت كيف وصفته. بالانجليزي معروفين as the trap plants. مزبوط. او اذا بدنا نترجم trap plants يعني النباتات المصيده اذا بدنا. صح احلى خلينا trap plants. فهلا رح نفهم اكثر منك شو بيعملوا بالتحديد هاي النباتات. اشتقنا لك. كنت مسافرة وهيك. كنت مسافرة وانت كنت مسافر. الفكرة هي انه كثير منا هلا بكون عندهم نباتات بالبيوت تبعهم مثلا وبيجي عليهم اوقات كثير حشرات، اوقات ابابيط، اوقات حتى بيجي عليهم بالزيق، بيجي عليهم كثير من الحشرات. نعم. اوقات كمان واوقات امراض، حتى امراض فطرية ما بنشوفهم. واجمالا يلي بيكون زارع ببيته بوتاجي صغير او عنده مثلا شجرة مثمرة ببيته ببالكون او هيك ما بحب يرش. فلكثير من هالاشياء خاصة ما عم نحكي هون عن شجرة، عم نحكي عن نباتات صغيرة، فينا نزرع حدهم بعد النباتات يلي هو بسمون companion plants يعني بحبوا يعيشوا سوا. أوكي. وفي كتب عنهم يعني هلا إذا دال عنده وقت فرج الكتاب مثلا في كتاب اسمه توميتو لاف اب توميتو لاف كاروتس كثير يعني شو بحب يعيش حد بعدهم وهيك. وفي منهم بالعكس يلي هو أنا مثلا أوقات كون زارع سار كلها بندورة وما بدي يجي الحشرات دغري على البندورة، بزرع مثلا بقلب الخيمة تبعي بزرع خيار. أوكي. هولي بيكونوا الحشرات بعد الحشرات بحبوا الخيار اكثر سو بيجوا عليه اسرع. ساعتها انا بعرف شو اجا وبشيلهم بطرق من دون ما اروح على الرش بسرعه. طب بس شو بيكون صار بالخيارات؟ ما انا ما بدي اياهم، انا بدي ازرع بندوره، خلي الحشرات يجوا هيك ما برش يعني هذا. بس هون بكون عم نزرع كميه قليله اكيد. مزبوط، يعني هي شويه فيها انه فيها سؤال اذا بدك انه نحن بنكون عم نضحي بشيء بس اللي هو الهدف انه نحن ناكل سيف اكثر وما ناكل بيستسايدز يكون فيهم. طب هول النباتات التراب بلانتس اللي بدنا نسميهم مش دائما فيهم خضره او فواكه؟ لا 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 اكيد اكيد. مثلا هلا بتشوفي الكابوسين وحتى كمان التاجت هلا بنفرج صورهم انت المشاهدين يعرفوا هول كمان هن نباتات الفلاورز اللي هن فيهم كيميكلز بيطلعوا او بيجذبوا او ببعدوا. اوكي. هيدي الفكره كمان رح نبلش نحكي ونفرج الصور عليهم هيك. مثلا هون عم بتشوفي هيدا بتشوف صور من الكومبانيون بلانتس واحد بيطلع قريب شوي عليهم بتشوفي اوقات بيزرعون جلول هول اللي بسموهم انكريز ليفل اوف انتراكشن يعني كل ما يكون في اوقات نباتات اعلى كل ما الحشره بتشوفها اسرع لانه الحشرات مش كلهم بيطيروا مش كلهم في منهم بالارض. نعم. فما بيقدروا يكون عندهم شلون فيزيوال بيشوفوا كل شيء. اوقات الريحه اوقات بس الشكل يعني بعيط لهم. ففي عده اكيد مدارس بهذا الموضوع. مثلا بهالصوره شوفي كيف لما بحطوا من فوق بيعلوا بالليلاندي او هيك. نعم. بعد الحشرات ما رح تعرف شو في وراهم سو ما بيجوا بروحوا مطرح ثاني يعني هيدا وحده من التكنيكس المستعملين. نعم. هون كمان بتشوفي اوقات كمان كيف هول الامراض اللي عم تشوفيهم على الوراق هن امراض فطريه. نحن ما بنعرف انه هو امراض فطريه غير ما واحد يفحصهم فهول كمان نحن بدنا نجرب نتجنبهم. هيدي وحده من النباتات اللي عم نحكي عنهم يلي نحن كثير بنشوفها بلبنان كمان. هيدي النبته مثلا لما بنزرعها بالحشرات بحبوها اوقات وفي كمان هي ذاتها اوقات لما تكون مزروعه بتحط كيميكلز بالارض بتبعد انواع ثانيه من الحشرات. مشان هيك واحد لازم يقرا يعني نعرف نحن شو الهدف تبعنا البندوره مش البندوره. نعم. الخيار شو اللي انا بدي يكون سيف هو اللي بزرعه. هلا انا حبيت احط هيك كم صوره تنفرجي هون مثلا هيدا بسموها تراب كروب من برا يعني مثلا بزرع من برا اشياء ومن جوا المين كروب يلي انا بدي اياها يعني اذا نحن عم بدنا نزرع بندوره افرجيكي صوره هيدا مثلا هون بتشوفي المين كروب يلي هي التوميتو تبعنا. نعم. من بعيد حطينا سان فلاور وسورغم يلي هن هول عاليين مثلا بكون حامل بندوره تبعي. حلو. هلا هيدا اكيد تتبع على لارج سكيل يعني واحد مثلا مثل هون جنين يعني مزبوط بتشوفي مثلا ما بيزرعوا كل الدرع حد بعده ولا كل الشعير حد بعده ولا السويبين بيزرعون هيك مثلا بسموها هيدا رو انتر كروبينج يعني بيزرعون زي حد بعدهم هيك مش كله بيتضايق وين ما كان والحشرات. أوكي. وشو نسبه النجاح هون؟ النسبه كثير عاليه اذا تخلص من هالحشرات بدها يعني بتتطلب شغلتين انه واحد يكون من بريفيس اكسبيرينس بيعرف شو الحشرات اللي بتجي على المنطقه تنعرف وثاني وحده شو اي هن النباتات اللي بينزرعوا حد بعدهم فهون بس انه بدها شوي يقروا كم معرفه بهالموضوع معرفه بتزبط يعني هيك اكيد بنكون ما حطينا مبيدات كيف ما كان وبنكون اكلنا قصص اكثر اكيد سيف. حلو. طب النبات التراب بلانت يعني اللي عم تلعب الدور انه تجذب هالحشرات او تبعد هالامراض قد ايه بتتحمل انه
انه هالحشرات يضلوا عليها تتحمل كثير يعني وهن مش بس عندهم بس هول الفوائد رح حط صوره وهيك هي تكست بس هيك على سريعه ونحكي عنهم انه هول النباتات اللي انا بزرعهم تراب مش بس هدفهم التراب مثلا واحدة من هدف تبعهم اوقات انه هن في بعض النباتات بحطوا اكثر ازوت بالتربه وهذا بخلي انه الارض تبعي تصير غنيه بالازوت مثلا هيدا شغله كثير مهمه في منهم لما النبته بتفلش على الارض يعني مثلا بتطلعي هون لما واحد بيزرع مثلا في عريش وعريش وبالنص زرعين مثلا نباتات معينه هذا بخلي اصلا المية اللي بالارض تضل اكثر يعني بصير نستعمله كمالشنج حتى بيقدر مثلا يزيد الازوت في بعض الحشرات فبيمنى بس الفائده الوحيده كذا وكذا وظيفه يعني الفوائد تبعها كثير عاليه يعني هيدا كثير مثلا تكنيك بتطبق برا تيجوا هالحشرات على النباتات يلي بالنص مثلا وما يجوا على العريش وما نضطر نرش العريش وهيدا شغله اكيد كثير بتستعمل رح فرجيك هلا صوره مش كل المشاهدين والمشاهدات رح يحبوها بس تنفهم رح نحطها يلي هي لما واحد بيزرع عنده كابوسين مثلا انت بتكون زارع بقدونس بندوره وكل هول بتزرع هيدا النبته اللي هي الكابوسين الحشرات كثير بحبوها سو رح يجوا عليها يعني رح يجوا يقعدوا على هيدا الشيء هون عم نشوفه بيتجمعوا عليها بس هون فينا نقول انه مرضت هي مرضت عم يجوا ياكلوا عليها نحن بكفي انه نقصها هيدا نحطها بكيس ونكبها او نحرقها وبيكون ما رشينا وهول الحشرات اللي كانوا رح يجوا على البندوره ما اجوا عليها راحوا على هالكابوسين مزبوط يعني نرجع نفرجي الصوره تبعها الكابوسين يلي هي واحدة من اكثر بلانتس فيها تستعمل كتراب يعني بيجوا لعندها عندنا كمان كثير نحن اوقات عندنا واحد يكون عنده جنينه وبيطلع كثير النتل يلي بنسميها بالعربي نحن قراس او حراق يعني فهيدي الحريقه اللي بتطلع عشان نحن بنشيلها وبنكبها كيف ما كان اذا ما بنشيلها وبنتركها الحشرات كمان بحبوها وهيدي كمان بتعرفي بنكون ماشيين بالطبيعه وقت بيعصنا شيء هيك هيدي هي هيدي كمان كثير بحبوها الحشرات فدونك فينا نحافظ عليها وما نقتلها كيف ما كان تراب بلانتس كثير مهمه الفجل واحد لما بيزرع فجل اوقات في يزرعهم كمان ليعمل ساكريفيس فيهم لانه الحشرات بحبوا ورقهم وبحبوا حتى من تحت لاي نبات؟ لكثير من النباتات مثلا بندوره خيار يعني الفجل هي من يعني كثير بحبوها بسرعه يعني فمشان هيك بتجذب كثير بسرعه فبيقدروا يجوا عليها فرجيك كمان هيك استعمالات ثانيه مثلا هون نحن هيدي صوره واحد اوقات بيكون زارع مثلا بروكولي او زارع حتى مثلا كل هالعائله يلي يعني هن الكرامب مثلا او عنده ملفوف كل هولي لما بنزرع بيناتهم توم او بنزرع الماريجولد يلي عم نشوفها باورانج قدامهم كمان هيدا بتبعد عنهم بتبعد عنهم الحشرات وهيدي كمان مستعمله كمان كتراب بلانتس وحتى بيقولوا بتبعد بتعرف البزاق العريان وهيدي كمان اكيد من الاشياء المستعمله كثير هلا مش بس هيك مثلا في عندنا شغله كثير مهمه اللي هي الجيرانيوم رح فرجيها الصوره تبعها هيدا الجيرانيوم لما بنزرعها خاصة بالمدن اوقات هي بتعيد كثير للحشرات الجيرانيوم مع انه مش دائما يعني بس انواع اوقات حتى مش حشرات اكاروز وهيك بس كثير من الناس بيزرعوها لما يكون عندهم ورد والورد عم بيمرض الورد معروف انه واحد بتعرف قد ايه بلبنان بحبوا يزرعوا ورد بس الورد بيجي عليه حشرات بيجي عليه حتى كثير رمد لما بنزرع مع الجيرانيوم كمان يعني بيجوا عليه الحشرات اكثر وهيك يعني هيدا الشغله كثير معروفه لما يكون عندنا بندوره مثلا فيها نزرع كثير اشياء حده مثلا هون الدل فيها نزرع حده وهون عم تشوفي كمان الماري جولد بالنص بين البندوره هول انواع من الزراعات كثير بتنعمل يعني بتشوفي لما واحد مثلا بده يزرع جزر بيقدر يزرع بيناتهم توم بيزرع بصل هلا عم نقول كثير اشياء يمكن ما يعلقوا ما كنا عم نحكي عن شتل منه كثير كبير مزبوط لا بس قبل شفنا العريش مثلا عريش بس انه شجر ممكن كمان نلاقي شيء يساعد الشجر بالشجر في كثير تبس بينعملوا يعني مثلا اوقات هول بسمون يعني روسيت دو بونمير يعني واحد لازم ينبش عليهم حسب شو عنده مثلا اذا بتذكر عملنا مره حلقه عن الدراء بيجي عليه كثير تجاعد اوراق اللوزيات بسموها مرض اسمه تفرينا هيدا المرض مثلا بيقولوا اكيد اذا واحد مثلا حط قشر البيض حدهم مثلا بتقدر تبعد هلا هو كلهم لازم واحد يجربهم مش يعني انه بيمشوا 100% بس اكيد بيكونوا احسن من المبيدات يعني مثلا بس حابب بس فرجيك شغله لارج سكيل كثير حلوه كمان قبل ما يخلص وقتنا هون شغله كثير حلوه هي زراعه الفريز لما هون واحد بيزرع فريز اذا بتطلعي بيزرع اوقات بيناتهم هون بتشوفي حاطين فريز هو مطرح النايلون الاسود اوكي وعلى هيدا التراب هونيك هن زارعين اشياء ثانيه مثل الفلفا اوقات بيزرعوا هول بيجي الحشرات عليهم هيدي ماشين بتقطع هي ما بتقطع هي مثل هوفر رح تسحب
كل هيدا النباتات وما بدق بالفرازات. واو. وهيك كل حشرات بيروحوا بيموتوا جوا جواتها وبكون ما رشوا شيء، بس اذا سكري فيها هيدا اللاين تما يرشوا. هيدا عم تطبق بلبنان؟ هيدا بعد مش كثير بلبنان بس بيستعملوها، يعني بس شفتي ماشين بتقطع مثل هوفر بتسحب. طريقه كثير ذكيه حلوه يعني هيك. في كثير مثلا هون البوانسيت يعني عم تشوفيها مثلا بالنص، كمان اوقات لما بيزرعوا بحطوا كم خياره بالنص مثل ما فيزا مبينين على الصوره مبينين. هون عندي كمان عدة يعني استعمالات، لما مثلا بيكون بيزرعوا جربيرة كمان بحطوا شيء ثاني، يعني ما بتطبق بس بهالاشياء. حلو. وتفرجيك الكتاب اللي كنت عم خبرك عنه. كاروتس لاف توميتوز. كاروتس لاف توميتوز، وبعدين عملت تومتو اسمه اند روز لاف جارليك، روزز لاف جارليك كمان. سو هول هيدا كتاب كمان انه واحد فيه اشتريته يتعلم اكثر عن الكومبانيون والتراب بلانتس. نايس. لكن هيدي شغلة طريقة ذكية الواحد انه يتغلب على استعمال المبيدات. وما يرشوا ما يرشوا كيف ما كان، وناكل اساس اكثر سيف يعني منهم هيك. مارك ثانكس ا لوت، بتمنى لك ويك اند حلو. رح نرجع نلتقى لكن الثالثة جاي بموضوع جديد بي نيتشر بعد البريك. ميوزيكال مع غسان يمين، ومن بعدها بترجع بتلاقوني بواتس كوكين. I'm sexy and I know it. I'm sexy and I know it.